مرحبا، في هذا التسجيل راح أشرح لكم دائرة الديجيتال باور سبلاي، دائرة المشروع. دائرة الديجيتال باور سبلاي مقسمة إلى 3 سكشنز. السكشن الأول بيمثل الريكتفاير مع الفلتر كاباستر. السكند سكشن عبارة عن الفولتج ريجوليتر بشقين، البوزيتيف والنيجاتيف فولتج ريجوليترز. والسكشن الثالث مقسوم لقسمين، القسم الأول هو اللوجيك سيركت، القسم الأخير بمثل الباور سيركت. خلينا نبلش بالسكشن الأول. السكشن الأول مكون من دائرة فول ويف بريدج اكتفاير سيركت. هذه الفول ويف بريدج اكتفاير سيركت على مداخلها طبعا جاي السنجل فيز ترانسفورمر. زي ما انتم ملاحظين البرايمري سايد السنجل فيز ترانسفورمر بيكونش مربوط مع الاي سي سورس الا من خلال جلاس فيوز تاجل سويتش. هذا الجلاس فيوز مهم جدا بحيث انه بيحمي السورس من الاكسيدنتال دامج اللي بتصير على السيمي كوندكتر ديفايسز او الاكسيدنتال شورت سيركت اللي ممكن تصير هون. فاذا صار مثلا اكسيدنتال دامج على اي سيمي كوندكتر ديفايس هون بحيث انه صار عندنا شورت سيركت، فالتيار الفعلي بيكون اضعاف القيمه الاسميه للتيار اللي بيكون مثلا مرات قيمته 1 امبير. فعشان هيك هذا الجلاس فيوز بنحرق بيحمي، في الحاله هذه راح يحمي المصدر من خطر الحرائق الكهربائيه. في عندنا هون هذا التجل سويتش حتى نستخدمه حتى نشغل ونطفي دائره الديجيتال باور سبلاي. المخرج تبع السنجل فيز ترانسفورمر في عليه 3 اطراف، هذا النوع بسموه سنتر تاب ترانسفورمر. طبعا الغرض من استخدام السنتر تاب ترانسفورمر حتى نقدر ناخذ منه مع البوزيتيف فولتج ريل تغذيه سالبه بسموها نيجاتيف فولتج ريل. فزي ما انتم شايفين هذا المخارج طبعا الاطراف الاقصى الطرفين ماخذينهم على مدخل الفول ويف بريدج اكتفاير، وفي عندنا الطرف الوسطاني هذا بنربطه لازم يرتبط مع الجراوند. هلا بتلاحظ انه لما جينا احنا بنينا الفول ويف بريدج اكتفاير عملناه من ديسكريت سيمي كوندكتر دايودز، ما استخدمنا الانتجريتد فول ويف بريدج اكتفاير اللي بتكون بيحتوي على طرفين على الانبوت وطرفين على الاوتبوت. طبعا السبب في هذا لانه احنا هون بدنا نحط كاباستر شنط كاباستر على التوازي مع كل دايود. الغرض من استخدام الشنط كاباستر هذا حتى يخفف من شيء مهم جدا بسموه الريبل كارنت او النويز اللي ممكن تظهر على الاوتبوت بهذا الشكل. طبعا هذه النويز اللي بتظهر على الاوتبوت هون بالعاده ما بتخلي السيركت تشتغل بشكل جيد، زي مثلا الديجيتال سيركت اللي موجوده هون مع الريجوليترز. فباستمرار احنا بنلاحظ في كل مرحله من المراحل مستخدمين كم معين من الكاباسترز حتى نتخلص من الريبل كارنت اللي موجود هون. فهون احنا المخارج هذول لاحظ كيف في عندي نوعين من الكاباسترز انا مستخدم في دائره الباور سبلاي. النوع الاول بسموه سيراميك كاباستر، هذا ما له قطبيه وبالعاده الجهد تبعه بيكون كبير. وفي النوع الثاني بسموه الكتروليتيك كاباستر، لازم نراعي توصيله لما نيجي نوصله في الدائره الكهربائيه لازم نراعي القطبيه، لان اذا حطينا القطبيه بشكل غلط الكاباستر راح مرات بنفخ بعدين بنفجر معنا. فالمهم جدا لما نيجي نحط التو الكتروليتيك كاباسترز هون زي ما انتم شايفين ملاحظين انهم موصلين على التوالي، في بينهم جاي هذا الطرف اللي هو كومون الجراوند جاي على الكومون ايش نيجاتيف. الطرف النيجاتيف لسي 6 لتحت والطرف النيجاتيف لسي 7 جاي لفوق. واضح كيف هذول الاثنين مربوطين افكتيفلي مع الجراوند. فهيك احنا بصير في امكانيه ناخذ من هذه الدائره جهدين، جهد موجب وجهد سالب. إذا هون كان عندنا مثلا قيمة الجهد 15 فولت بإمكاني آخذ هون سالب 15 فولت. فهذا الباور سبلاي كم طرف بيطلع منه؟ 3 أطراف اللي هم البوزيتيف فولتج ريل والنيجاتيف فولتج ريل مع الجراوند. واضح كيف؟ إذا جينا عملنا سيميليشن لهي الدائرة راح نلاحظ إنه الجهد قيمة الجهد اللي حصلنا عليه على البوزيتيف فولتج ريل تقريبا 15 فولت، وقيمة الجهد اللي حصلنا عليه على النيجاتيف فولتج ريل تقريبا 15 سالب 15.2 فولت. هلا في عندنا الموجات اللي شايفينها فوق، هاي الموجات بتفرجينا لاحظ كيف ماخذينها احنا على عده في على يعني along باور سبلاي سيركت. اول موجه موجوده على البرايمري سايد للترانسفورمر، هاي عباره عن موجه الانبوت زي ما انتم شايفينها هون. هلا في عندنا على السكندري سايد للترانسفورمر،
لاحظ في رابط بروب هون ورابط انا هون بروب، فاللي صاير انه بياخذ موجات تنتين زي ما انتم شايفين، الهم التنتين تقريبا نفس الامبليتيود وتقريبا مشابهات للسينوسويدال ويف فورم. بس بدنا نلاحظ شغله كثير مهمه، انه في عندنا هون موجه موجبه وهي عباره عن موجه سالبه. الموجه السالبه الانفيرجن بتكون للموجه الموجبه، يعني في عندنا فيز شيفت بين الموجات التنتين هذول مقداره 180 درجه. هذه مهمة جدا الخطوة حتى نقدر زي ما حكيت ناخذ على الاوتبوت بوزيتيف ونيجاتيف سبلاي. فهون لازم يتم الاستعانة بالسنتر تاب ترانسفورمر، ما بزبط معنا الترانسفورمر عادي بيحتوي فقط على طرفين على الاوتبوت، لازم يكون الترانسفورمر بيحتوي على 3 اطراف على الاوتبوت. واضح كيف؟ فاحنا هلا جينا، اذا جينا هون حاطين تو بروبس، واحد حاطينه على البوزيتيف فولتج ريل، لاحظ كيف هذا هيو، والبروب الثاني حاطينه على النيجاتيف فولتج ريل، لاحظ كيف هيو وين هي النيجاتيف فولتج ريل، هي البروب الثاني. فهيك احنا عملنا ديسبلاي للتو سيجنالز. فالاشاره اللي موجوده هون هذه الاشاره بتخص الجهد الموجب، هي تقريبا جايب 15 فولت هون. بس بدنا نلاحظ انه السيستم هذا الدائره اللي موجوده هون دائما فيها مرحلتين، مرحله بسموها ترانزينت ستيت في اللحظه اللي سكرنا فيها المفتاح، فبتلاحظ كيف الجهد بيزايد، بعد شويه بعد ال10 ملي سكند الجهد بيثبت معانا على تقريبا 15 فولت. ونفس الاشي هون الجهد اللي راح نحصل عليه على النيجاتيف فولتج ريل عباره عن جهد سالب، قديش بيساوي تقريبا ناقص 15 فولت. فالموجة يعني اللي ظاهر على الاوتبوت عندنا هون باستخدام الديسبلاي الاوسيلوسكوب، بتلاحظ انه في عندنا مرحلتين، مرحلة ترانزينت ستيت بتكون من اول ما سكرنا المفتاح لحد اللي هون، وبعدين في مرحلة بعدها بسموها مرحلة ستيد ستيت بكون عندها الجهد ثابت على تقريبا سالب 15 فولت. واضح كيف؟ هلا في حال مثلا ما استخدمنا احنا الشنت كابستر او الشنت سيراميك كابستر على اطراف الديودات، او كان مثلا التو فلتر كابسترز هدول قيمهم قليله، اللي راح يصير معانا انه الموجه هاي راح يشوف فيها في عندنا هون الريبل، هذا الريبل فولتج ما راح يخلي الدائره تشتغل بشكل جيد، لازم نتخلص منه. فحتى نقدر نتخلص منه شو العادة نعمل؟ حتى نقدر نتخلص من الريبل اللي بيظهر على الاوتبوت، بالعاده بنستخدم زي ما حكيت سيراميك كابستر، بنحطه على اطراف على التوازي مع كل دايود في البريدج فاير، بالاضافه لزياده قيم الفلتر كابستر على الاوتبوت. يعني احنا حاطين هون مثلا 1000 مايكرو فاراد على سي 6 و1000 مايكرو فاراد على سي 7. بالنسبه لهذه الدائره السيركتري اللي موجوده هون مكونه من LED دي مع current limiting resistor، هذا بسموه الباور اون ال اي دي، بالعاده بحطوه حتى تتاكد انه الدائره يعني دائره السكشن المرحله الاولى شغاله بشكل جيد، مش فيها ولا اي مشكله. في السكند ستيج، السكند ستيج مكونه من تو فولتج ريجوليترز، هذول النوع الانواع بسموهم لينير فولتج ريجوليتر. النوع الاول رقمه 7912، هذا اسمه نيجاتيف فولتج ريجوليتر، اي انه قيمه الجهد اللي بتظهر على الاوتبوت قيمه سالبه، هي تكون ثابته على سالب 12 فولت بالضبط. بس مهم جدا حتى يقدر هذا الفولتج ريجوليتر يشتغل بشكل جيد لازم نأمن له حاجتين. الحاجه الاولى انه في على المدخل وعلى المخرج لازم نحط سيراميك كابسترز، هذول بسموهم شنط سيراميك كابستر زي ما انتم شايفين هون، قيمة الأول 0.22 مايكرو فاراد والثاني تقريبا 0.1 مايكرو فاراد. واضح كيف؟ بالإضافة للجهد اللي بدنا نفوته على الإنبوت هون، إذا بده يكون على الأوتبوت سالب 12 لازم يكون الجهد على الإنبوت أقل من الأوتبوت فولتج. فهون لاحظ كيف سالب 15.2 افكتيف لهي القيمة أقل من السالب 12، فهيك الجهد راح يثبت معانا على السالب 12. هلا فيما لو كان الجهد هذا مثلا سالب 10 فولت، فالاوتبوت فولتج مش راح يكون يثبت على سالب 12 وانما بكون سالب 10. واضح كيف؟ هذا الفولتج ريجوليتر الاول فيكس. هلا النوع الثاني، النوع الثاني بسموه البروجرامبل فولتج ريجوليتر، هذا بوزيتيف، قيمه الجهد على الاوتبوت بتعتمد على قيم المقاومات اللي موصولات هون ار 30 مع ار 20 از فولتج ريجوليتر.
طبعا المقاومتين هذولا بتحكموا في قيمة الجهد على طرف الأدجستبل، فقيمة الأدجستبل فولتج اللي موجودة هون effectively بتتحكم معي في الأوتبوت فولتج حسب الصيغة الرياضية زي ما انتم شايفينها. في ملاحظة مهمة زي الملاحظة اللي حكيتها قبل شوي بخصوص النيجاتيف فولتج ريجوليتر، انه هذا البروجرامبل فولتج ريجوليتر لازم برضه يحتوي على تو شنت كابسترز، واحد على الانبوت والثاني موجود على الاوتبوت. هلا اذا مثلا بدي اخذ قيمة جهد على الاوتبوت 1.44 فولت، اي جهد بدي يفوت على الانبوت لازم تكون قيمته اعلى من الاوتبوت، حتى اعلى يعني قيمة الجهد الانبوت لازم تكون عالية بحيث انه الاوتبوت فولتج بيثبت معي على هاي القيمة. فهذا النوع مثلا ما حدا فيكم يتوقع انه الاوتبوت فولتج اللي بتظهر هون بتكون اعلى من قيمة الجهد اللي بياخده انا من المرحلة الاولى 15 فولت، يعني اي جهد بده يظهر على الاوتبوت دائما بيكون من 15 او اقل. هلا التحكم بقيمة الجهد على الاوتبوت بيكون من خلال تحديد قيمة المقاومة R20 حسب الصيغة الرياضية اللي موجودة هون. احنا كل القيم عندنا هون ثابتة، ال 1.25 فولت هذا عبارة عن جهد داخلي بيتعلق بالبروجرام بالفولتج ريجوليتر اللي موجود هون، واضح؟ R3 ثابتة على 220 اوم، بس هون R1 المقاومة اللي موجودة تحت اللي بسموها بول داون ريزيستر هذه متغيرة، يعني لاحظوا كيف هون 1000 قيمتها 1000 اوم وهون قيمتها 560 اوم. فاللي راح نلاحظه انه لما نختار قيمة 1000 اوم راح نحصل على قيمة جهد مختلف عن ال 560 اوم. خلينا نشوف بالسيميليشن، هاي المفتاح هذا لاحظ كيف هي حطيناها هي 6.99 فولت. لما ننقل المفتاح على من ال طبعا هذا سنجل بول تريبل ثرو سويتش على الوضعية هون راح نحصل على قديش قيمة جهد أقل. ليش؟ لأن المقاومة هاي الار 19 بدل ما كانت 1000 اوم صارت 560 اوم، فلما نعوضها في المعادلة هاي فالاوتبوت فولتج راح تكون قيمته أقل. هون المستنتج انه في علاقة تناسب فردي بين قيمة المقاومة اللي بنحطها تحت البول داون ريزيستر وبين الاوتبوت فولتج. اذا بدنا نزيد الاوتبوت فولتج بنزيد المقاومة اللي موجودة تحت، اذا بدنا نقلله طبعا بنقلل هاي المقاومة اللي موجودة هون. هلا الفكرة اللي بتمحور حواليها هذا المشروع انه احنا بدل ما نكون عندنا هذا المفتاح يعني سنجل بول تريبل ثرو سويتش بامكاننا نستخدم دائرة ديجيتال. دائرة الديجيتال هاي اللي راح نشرحها ليتر اون مكونة من فقط تاجل سويتش مربوط مع 3-5 تايمر، وال 3-5 تايمر بدخل كلوك بلس على الديكيت كاونتر، فهذا الديكيت كاونتر راح يشغل الترانزستورز. هذه الترانزستورز افكتفلي راح طبعا توصل وتفصل المقاومات اللي بتنحط تحت بطريقه ما، بحيث انه في النهايه بس نتحكم بالاوتبوت فولتج من خلال كبسه زر. فالدائره اللي موجوده تحت هون الباور سيركت مكونه من عده مراحل من هاي الدائره. حتى نفهم كيف الباور سيركت مكونه في هذا المشروع خلينا نيجي على الدائره السيركتري اللي موجوده هون. هاي السيركتري اللي موجوده هون بتحتوي على ان بي ان ترانزستور موصول في وضعيه كومون ايميتر، طرف الايميتر هون مربوط مع الجراوند، في عندنا البيز بكون مربوط ال 22 مربوطه مع البيز من خلال كرنت ليميتنج ريزستور اللي هي ار 18. مهم جدا احنا هون تكون المقاومه هاي قيمتها قليله وفي نفس الوقت تحمل الترانزستور. ليش بنحط قيمتها قليله؟ حتى نتاكد انه الترانزستور في حاله الاون ستيت وفي نفس الوقت في حاله الساتوريشن مود، اي انه فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والايميتر لازم يكون قيمته اقل ما يكون. فاذا مثلا انا ربطت الطرف البي دي ار هذا مع الطرف اللي موجود هون وحطيت اشاره على L22، هذا الترانزستور بصير في حالة الاون ستيت. لما يصير في حالة الاون ستيت راح طرف الكوليكتر يكون فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإيميتر أقل ما يكون، فكأنه إحنا هون ربطنا مقاومة تحت بول داون ريزيستور قديش قيمتها 100 أوم، فال 100 أوم هاي أكوردنجلي بدها تثبت قيمة الجهد على الأوتبوت حسب الصيغة الرياضية اللي موجودة هون من قيمة معينة، واضح كيف؟ المرحلة الثالثة مرحلة حكينا عنها اللوجيك بارت، وفي عندنا الباور سايد. اللوجيك بارت مكون من دائرة 3-5 تايمر بتشتغل هذه از كلوك بلس جنريتر، واضح؟ طبعا احنا المقاومتين عفوا المقاومة ار 16 مع الكابستر هذه بتحكم في قيمة التي اون
تبعت ال 3-5 تايمر. التاكتايل سويتش اللي مستخدمينه هون بغذي دائرة ال 3-5 تايمر، ففي اللحظة اللي بسكر فيها المفتاح هون لاحظ بيعمل، بصير في عندنا جنريشن لكلوك بلس. طبعا الكلوك بلس هيك راح يكون شكلها، بتكون افكتفلي اول في حالة الاكتف لو، بعدين بتصير في اللحظة اللي بضغط فيها المفتاح بتصير عندنا اكتف هاي. لما تصير هاي الكلوك بلس في حالة الاكتف هاي بنيجي على المرحلة اللي بعدها، مرحلة الديكيت كاونتر. زي ما انتم شايفين ال 3-5 تايمر الإشارة الاوتبوت سيجنال تبعته موصولة مع البن رقم 14 من خلال المقاومة 14 اللي قيمتها 560 اوم. فالكلوك اللي بتفوت على الديكيت كاونتر هذا بتعمل له انكريمنت بطريقة ما، بحيث انه الاوتبوت انكريمنت على البلس تبعته، بحيث انه الاوتبوت هون بكون كل مره يعني بكون واحد من هذول اكتف هاي والباقي بكونوا في حاله الاكتف لو. فاذا جينا نعمل السيميليشن لاحظ كيف بالحاله الديفولت ستيت الكيو 0 في حاله الاون ستيت، دليل انه هذا الطرف ثلاثه عندنا لونه احمر وبقيه الاطراف هذول لونهم ازرق، اي انهم في حاله الاوف ستيت. واضح كيف؟ هلا اذا كانت كيو 3 في حاله الاون ستيت، هذا الطرف افكتفلي مربوط، يعني في عندنا الليبل هاي بتكون مربوطه مع الليبل هاي. واضح؟ فاذا هون زي ما انتم شايفين هذا ال LED بده يكون في حاله الاون ستيت، احنا بنحطه بس عشان ناخذ انديكيشن انه في اشاره جايتنا من الديكيت كاونتر على البن رقم كيو 0، واضح اللي هو بن رقم 3. واضح؟ فاذا هذا ال LED وصلوا جهد معين برضه الترانزستور بده يكون في حاله الاون ستيت، اي انه راح يشتغل في حاله الساتوريشن، بدليل انه المقاومه اللي موجوده هون قيمتها 10 اوم. طبعا هذا في الحاله هذه اذا بنيجي بنطلع البي دي ار اللي هو بسموها البول داون ريزيستور، اختصار من كلمه بول داون ريزيستور، هذا الليبل بيكون مربوط مع الليبل الموجود هون. فاحنا اللي صاير معانا انه هذا الترانزستور لما يشتغل في حاله الساتوريشن فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإيميتر بكون اقل ما يمكن، يعني somehow بنقدر نحكي انه هذا الترانزستور بكون في حاله بكون شورت سيركت. فالبي دي ار هاي ما مش حاطين هون مقاومه، فلما هذا يكون في وضعيه شورت سيركت لاحظ البي دي ار بتكون مربوطه في الدائره هون مع الجراوند. واضح كيف؟ إذا جينا على المعادلة هلا تبعت البروجرامبل فولتج ريجوليتر، المعادلة هون شايفينها، الطرف اللي تحت يعني يكاد يكون شورت سيركت، فبتكون R2 تقريبا صفر، R3 بتضلها 220، فهذا المقدار هون بيطلع صفر. لما نجمعه مع واحد بيطلع عندي الرقم هون واحد، لما نضربه في 1 و25 هذا قيمة الاوتبوت فولتج. هلا البعض فيكم بتسأل احنا خلينا نتأكد الجهد قديش بيطلع معنا على الاوتبوت، نشوف قديش بيطلع، بس هذا البي دي ار لازم المفتاح يكون هون، هي قيمته 1.44 فولت. البعض فيكم بتسأل ليش قيمة الجهد على الاوتبوت مش 1 و25، طلعت معي 1.44، لأنه في ممانعة، يعني تقريبا هون في ممانعة بين طرفين الكوليكتر والإيميتر على الترانزستور كيو 1، بتخلي هاي الممانعة القليلة كفيلة إنها تضيف مع ال 21 فولت الفارق، بحيث إنه يصير الأوتبوت فولتج 1.44. واضح كيف؟ هلا المرة الثانية لما بعمل بضغط على هذا المفتاح تاكتايل سويتش، بضغط عليه كمان مرة راح يشغل ال 3-5 تايمر. ال 3-5 تايمر راح تعمل جنريشن لكلوك بلس، طبعا زي ما حكيت الكلوك بلس راح يكون هيك شكلها. لما تفوت على الديكيت كاونتر من خلال الطرف بن رقم 14، واضح كيف؟ فبعمل انكريمنت هذا الديكيت كاونتر، فايش اللي راح يشتغل هون؟ بدل ما البن 3 راح يشتغل معانا يكون اكتف هاي، راح يصير بن 2. هلا بنشوف كيف لما نضغط هون، لاحظ كيف هي الضغط هذه، ايوه هي بن رقم 2 صار اكتف هاي، بينما كل البنز من 3 مرورا بال2 لحد 11 كلهم اكتف لو، بس 2 بتكون اكتف هاي. هلا اذا بن رقم 2 كانت اكتف هاي، الليبل اللي مربوط على بن رقم 2 هو L2، L2 هذا جاي على البيز تبع Q2 من خلال current limiting resistor. واضح؟ الكرنت ليميتنج ريزيستر اللي حاطينه على البيز زي ما اتفقنا قيمته قليله حتى نحاول نشغل هذا الترانزستور في حاله الساتوريشن.
فطبعا في حالة الساتوريشن فرق الجهد يكون بين طرفين الكوليكتر والإيميتر أعلى إشي 7 بالعشرة فولت وأقل إشي 0 فولتج. فهون مش ما بوصل الزيرو فولتج، بدليل إنه لما جينا قبل شوي حطينا شغلنا الترانزستور اللي فوق شفنا إنه الجهد على الأوتبوت ما طلع معانا 1.25 فولت، طلع معانا قيمة 1.44. هلا لما جينا شغلنا الترانزستور الثاني هذا الـ LED بعطيك إنديكيشن إنه إحنا أخذنا إشارة من Q1، واضح كيف؟ Q2 راح يكون في حالة الاون ستيت. فاحنا هون لاحظ كيف المقاومة اللي مربوطة على طرف الكوليكتر لQ2 قديش قيمتها 100 اوم. هذه ال 100 اوم بتكون طبعا الطرف الاول البي دي ار والطرف الثاني الها بشكل غير مباشر جاي للجراوند، واضح كيف؟ فهاي ال 100 اوم انا لما بضيفها بدال الشورت سيركت في الحالة الاولى بتصير عندنا الاوتبوت فولتج بدل ما هي 1.44 بتزيد لحد 1.73، لانه في زي ما اتفقنا انه المقاومه اللي موجوده تحت في علاقه تناسب طبي بينها وبين الاوتبوت فولتج حسب الصيغه الرياضيه اللي موجوده هون. طيب اذا ضغطت على ال 3.5 تايمر اللي تكتل سويتش على مدخل ال 3.5 تايمر، ضغطنا عليه كمان مره، لاحظ كيف هون هي شايف؟ فهيك عملنا جنريشن لكلوك بالس. هذه الكلوك بالس عملت انكريمنت للديكيت كاونتر بحيث انه هون شغلنا حطينا البن رقم 4 في حاله الاكتيف هاي، بينما بقيه البنز بيكونوا افكتفلي في حاله الاكتيف لو. ايش اللي راح يصير هون؟ طبعا الليبل اللي مربوط على بن رقم 4 L3، هذه L3 فايتة على البيز تبع الترانزستور Q3 من خلال الكرنت ليميتنج ريزستور اللي قيمته 10 اوم، وفي عندنا كمان هون طرف الانود مربوط على ال L3 حتى طرف الانود لل LED حاطين هون حتى LED indicator، يعني واضح كيف؟ فهلا Q3 لما بتصير في حاله الاون ستيت ايش المقاومه اللي بدها تكون موجوده تحت اللي البول داون ريزستور؟ بتكون بدل ما هي 100 اوم بتصير قيمتها 500 اوم، فاكيد الجهد هون على الاوتبوت راح يزيد معانا، فبدل ما كان قبل شوي 1.77 تقريبا صار قد 2.88. طبعا احنا اذا بدنا نزيد اعلى جهد في كل الجهود هاي لما نحط هاي المقاومه اللي قيمتها 4000 اوم، فهذه المقاومه لما تحطها تحت 4000 اوم محل ال R20 اكيد الاوتبوت فولتج راح تكون قيمته اعلى بكثير، اعلى من هذا المقدار اللي هو 0.288. فحتى نقدر نشغلها نحط هاي المقاومه يعني نخليها ادد ان افكت، فلازم نشغل الكيو 10. فحتى يقدر يشتغل الترانزستور كيو 10 لازم احنا نعطيه اشاره على البيز، الليبل اللي جاي على كيو 10 على البيز اسمه ال 10، لاحظ خلينا نتبع الخط، ال10 جاي على البن رقم 11، واضح؟ فالبن رقم 11 لازم يكون عندنا في حالة الاكتف هاي. كيف بدنا نسوي؟ بدنا نضغط على هاي اكثر من مرة حتى نقدر ننتقل، يعني حتى نقدر ننتقل من بن رقم 4 لبن رقم 11، نخلي هاي يعني بن رقم 11 يكون في الاكتف هاي، فاضغط عليها اكثر من مرة هاي شو شايفين، هاي كمان مرة كمان مرة كمان مرة هاي. فاحنا من بين رقم 4 لبين رقم 11 هذا صار يعني هذا كان اكتف هاي، هلا نقلنا له بين رقم 11 اكتف هاي، فاللي صار انه اضطرينا نضغط على التاكتل سويتش هون بحدود كم مره لازم نضغط عليه؟ 1 2 3 4 5 6 7، فبدنا نعطيه 7 بلسز على الانبوت حتى ينتقل الديكيد كاونتر يقدر يشغل لي بين رقم 11 بدل بين رقم 4. فهلا اذا هذا بين رقم 11 صار اكتف هاي زي ما اتفقنا، هي ال LED indicator بين انه في عنا جهد جاي على البيز تبع الترانزستور لكيو 10 بدليل انه هذا ال LED شغال. هذا لما الترانزستور اشتغل ال 4000 اوم صارت موصولة على pull down resistor، صارت موصولة هون، فقيمة الجهد على الاوتبوت قيمتها عالية كثير، قديش ارتفعت؟ صارت 12.8 فولت، واضح كيف؟ هلا اذا واحد فيكم مثلا حط المقاومة اللي موجودة هون رفعها ل 6000 اوم، اوكي، بدل ما هي 4000، الجهد اللي راح يظهر على الاوتبوت اعلى قيمه له ما راح تزيد عن ال 15 فولت اللي ياخذينها احنا من البوزيتيف فولتج ريل، واضح كيف؟ ف زي ما يعني زي ما حكيت هذا لينير لينير فولتج ريجوليتر، قيمه الجهد في البوزيتيف لينير فولتج ريجوليتر مستحيل تزيد عن الانبوت فولتج، اي قيمه للجهد على الاوتبوت بتكون بتساوي الانبوت فولتج او اقل فقط. هذا كل شيء بيتعلق بدائره الديجيتال باور سبلاي
للمشروع. هاي الدائرة كثير مهمة، يعني بعد ما الطالب يركبها بإمكانه يستفيد منها في تشغيل دوائر ثانية. بس في آخر إشي نسيت أحكي عن حاجتين مهمات، في عندنا هون البن رقم 13 في الديكيد كاونتر لازم يكون مربوط مع الجراوند حتى يقدر يشغل الديكيد كاونتر. فلاحظ كيف لو ما في عندنا الانفيرت اللي موجودة هون، لاحظ لو ما كانت موجودة وصار ولا بد بدك تشغل الديكيد كاونتر، هذه ما بترتبط، بتكونش يعني تايت تو جراوند، نربطها على الفي سي سي. بس لانه في عندنا دوائر هون موجودة زي الانفيرت نقدر نربطها على الجراوند حتى نقدر نشغل الديكيد كاونتر. في حاجة ثانية، في هذا الريسيت سويتش اللي موجود هون، في اللحظة اللي بضغط عليها الدكتور سويتش اللي موجود هون، لاحظ كيف يعني إذا دخلنا ماستر ريسيت، هاي ام ار اختصار لماستر ريسيت، إذا بضغط عليها فشو اللي بصير؟ بيعمل ريسيت للديكيد كاونتر بحيث إنه بيرجع في حالة الديفولت ستيت. الديفولت ستيت بتخلي البن رقم 3 اكتف هاي، بترجع واضح، وبترجع وبقيه البنز بكون افكتفلي في حاله الاكتف لو. في اخر شيء هون الديبانس سيركتري اللي موجوده هون، هاي مهمه جدا حتى تلغي شيء بسموه الرينجينج افكت. لاحظ كيف البلس اللي موجوده احنا ناخذينها على الاوتبوت من ال 3-5 تايمر هيك شكلها. طبعا هذا بفضل الديباونسنج سيركتري اللي موجوده هون، بتكون مكونه دائما من كاباستر مع مقاومه، هاي مهمه جدا. مرات كثيره اذا حدا وصل ديكيد كاونتر مع التايمر بشكل مباشر بدون وجود الديباونسنج اليمنت، بيكون في عندنا هون زي ريبل بيظهر. طبعا هذا الريبل كفيل انه يخلي الديكيد كاونتر ما يشتغل بشكل جيد، فمهم جدا نحط هذه الديباونسنج اليمنت حتى لانه السيركت اللي موجوده هون ديجيتال سيركت، فمش لازم يكون اي شيء بده يدخل عليها بكون يا اما اكتف لو او اكتف هاي. اي شيء ريبل بيعمل كونفيوجن لدائره الديجيتال بخليهاش تشتغل بشكل جيد. هذا كل شيء بيتعلق بدائره الديجيتال باور سبلاي. يعطيكم العافيه.